احنا صار لنا 3 ايام حاملين غرامنا وعندنا خروجيات نهائيه لمناطقنا ومانعين الحكومه، حكومتنا هنا وهذا المخيم هاي قدامكم مفلش، وهاي رجلنا بالباب هسه ما يخلون نطلع، يعني لا خروج مؤقت ولا خروج نهائي. هذا المخيم ما اكله مفلش، هذا المخيم باعوا هذا الباب، هذا ما يخلون احد يطلع. هاي السياره محمله وهذيك السياره ساق قدامكم محمله، هسه كثير سيارات محمله واقفه. والمخيم طلع 90% طلع، يعني باقي 10% ما بينا 280 عائله. شنو السبب؟ ما حد يعرف. واليوم بلغونا الاداره يقولون الحكومه تقول الاحد اللي تطلع جدعه نجيب له باصات ونوديه. واهل المواصل اشعار اخر، راح نقطع الكهرباء والمي عنكم. احنا وين بوكي؟ احنا سجين، 5 سجين. شوف هاي الناس نايمه بالمطابخ. هاي السياره خبرها، هاي السياره الثانيه، هاي السياره، هاي السياره ذيك محمله. هاي محمله السياره صارت 3 ايام واقفه. هاي السياره شو سوى؟ هو عزيز عليه مباشر. تعال كم يوم صارك محمل؟ كم يوم صارك محمل؟ كم يوم صارك محمل؟ يقول محمود ليش ما عرفت تطلع؟ ها؟ ليش ما عرفت تطلع؟ ارجلان شلتوا ما يقبلون يخلون نطلع. والمحافظ وسواد عتبات ها؟ بالمطابخ فوق الوسخ.